السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن النشاط الاقتصادي الوطني شهد انتعاشا في عام 2021 مدعوما بالإجراءات المتخذة في إطار خطة الإنعاش والتقدم الملحوظ المسجل في حملات اللقاح، علاوة على النتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي. وأوضحت المديرية في مذكرتها الترفيهية لشهر دجنبر 2021 أن الاقتصاد الوطني أبان بالفعل بوادر انتعاش مع مطلع الربع الثاني من عام 2021 بتسجيله قفزة قوية بنسبة 15.2%، مشيرة إلى أن زخم هذا الانتعاش شمل معظم الأنشطة الاقتصادية ولكن بمعدلات متباينة. وعلى مستوى الطلب الداخلي، وصلت القدرة الشرائية للأسر تطورها مدفوعة بتحسن الدخول الناتج عن النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، وأهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زائد 43.3%، وتعزيز الانتعاش لخلق فرص الشغل وارتفاع قروض الاستهلاك في سياق تضخم معتدل. كما يظهر مستوى الاستثمار نفس القوة مدعوما بارتفاع واردات سلع التجهيز وتحسن مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الاستثمار في ميزانية ودينامية خلق المقاولات. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تجاوزت الصادرات مستواها قبل الأزمة بنحو 10%، ويهم هذا الأداء كافة القطاعات ولا سيما صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعات الغذائية والإلكترونيات والكهرباء. في هذا السياق، حافظت الأصول الاحتياطية الرسمية على مستواها لتغطية أزيد من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وعلى بعد شهر واحد من نهاية السنة المالية، يبدو أن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية يتماشى مع توقعات القانون المذكور، حيث يرتقب أن تمكن الدينامية المتجددة للنشاط الاقتصادي من البدء في تحقيق انتعاش تدريجي للتوازنات الماكروإقتصادية ابتداء من العام الجاري، مع عجز في الميزانية يرتقب أن يصل إلى 6.2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7.6% في عام 2021. 2020.